بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة بديلة لما أدلة حدوث تفاعل كيميائي. أدوات التجربة: أنابيب اختبار، إخبار مدرج، كأس، ساق زجاجية، محلول ثيو كبريتات الصوديوم بدل كبريتات الصوديوم الهيدروجيني، ومحلول مخفف من حمض هيدروكلوريك بدل برمنجانات البوتاسيوم. نأخذ مقدارين متساويين 10 ملي 10 ملي تقريبا ونضعها في الكأس الزجاجي. ونضع بالتدريج الحمض مع التحريك المستمر. يبدأ ظهور اللون ببطء. لاحظ تكون الراس بالأصفر ببطء. مع خروج رائحة الكبريت. بدأت رائحة الكبريت. يزداد ظهور الراسب إلى أن يصبح أصفر تقريبا. عبير العامر ثانوي بالدخيل.